السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم عزيزاتي، ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا حنا عند العطار، غادي نشوفوا العطريه اللي غادي ناخذوا العيد ان شاء الله. كيف ما هذا الخرقوم كركم، عندنا الكمون البلدي، الابزار، القرفه، عواد بلديه وكاينه روميه، وكاين الكمون الرومي، سكينجبير، ثومة، زيت الزبيب، برقوق، مشماش، راس الحانوت، بسيبيسة، نويويرا، الكوزة، هادو حبة الهيل كذلك غادي نحتاجو. هادو القوام ديال المروزية، كيف ما كتلاحظوا هادو القطانين، الحمص، اللوبيا، كاوكاو، والجهه الاخرى كذلك العطريه الاخرى. هذا إلان، اما هذا هو الابزار الابيض، بالفعل المنافع ديالو غزاله وكثيره وغالي، ها ماشي رخيص. وهذا الزعفران الشعره، الريحه ديالو غزاله حتى هو. لا بغيتي بالعبر، لا بغيتي هاد القبصة هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كتلاحظوا في الصورة، بالمناسبة كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد بالصحة والعافية، والله يدخلوا عليكم جميع ما تتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا تقضية ديالنا ديال العيد ديال العطرية. يعني بهاد المناسبة هادي كلشي كيتقضى العطرية ديال هي العيد، وهذا الشيء غنوريكم شنو تقضيت. ومن بعد اللي غادي نقيه واللي غادي نمشي نطحنو، عندنا هنايا كركم، عندنا هنايا سكينجبير، هنايا عندي السودانيه اللي طحنت، ها هي غادي نحتاجها. هنا التحميره، هنا الابزار الكحل، هنا عاد نقيو ونحيدو منو داك العواد هذاك كامل، هذا الابزار الكحل، هذه القرفه الروميه، هذا الكمون بلدي، هذه القرفة عواد اللي غادي نطحنو بلدية، هذا المشمش باش نزينو، هذا كنعتذر، هذا البرقوق، هذا الزبيب كتحاك، هادي اللي غادي نوريكم الطريقه ديال شنو الاعشاب اللي كيكونوا المروزيه، والاعشاب اللي كيكون مناش كتكون المروزيه والاعشاب ديالها، وكيفاش تصاوبوها نتوما راسكم. هذا راس الحانوت، هذا القزبر يابس، قزبر يابس اللي غادي نحتاج انا ناخذ نص ديالو اللي غادي نطحنو في الدار، نطحنو في الدار ماشي بلا برا. وهذا الابزار الابيض، الفوائد ديالو
غزاله كيساعد في الجهاز الهضمي، كيفتح الشهيه. الصوت ديالي ما وصلكمش سمحوا لي بزاف. كيفتح الشهيه والمنافع ديالو كثيره، والمذاق غزال. هاد الابزار البيض هذا غالي، كيدير تقريبا 100 درهم حتى 160 درهم تقريبا حوالي. هنا هذا اناناس. نكملوا التحضيرات ديالنا. دابا نحضروا اللوازم ديال المروزيه. شنو كيتحتاج بالضبط وشنو كنحتاجوا لها من العطريه؟ يعني هي كيدخل لها 18 عشبه كتدخل فيها. كاين اللي هادشي اللي متوفر لي دابا، واللي ما متوفرش من كلكم الاسم ديالها. كنبداو على بركه الله. عندنا الكوزه، كاين هاد الكوزه هادي، تقدروا تستعملوا هاد الكوزه هادي. وكاين الكوزه الصحراويه اللي الحبه ديالها صغيره، كتجي بحال شكل اللون ديالها قهوي. كنحتاج الكوزه الصحراويه كيف ما قلنا، اولا الكوزه هادي. الكوزه الصحراويه الفرق بينها وبين هادي، الكوزه الصحراويه صغيره وهذه كبيره. ومن احسن الكوزه الصحراويه. كنحتاجوا الخرقوم عواد او الكركم، كنحتاجوا الابزار الابيض كيف ما قلت لكم من قبل، الفوائد ديالو رائعه. كنحتاجوا حبه الهيل، حبه الهيل كنحتاجوا، او ما تسمى قعقله. كذلك كنحتاجوا سكينجبير عواد. غتقولوا لي شنو هذا؟ هذا الابزار وهذه النويويره. الفرق بحالها بحال الابزار، النويويره بحالها بحال الابزار. ها الفرق بيناتها بان كيكون عندها عويد بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. هذه كتسمى نويويره، هذا الابزار. عندنا القرفة عواد، كاين البلدية والرومية، شوف نتوما اللي تحتاجو. عندنا الكمون البلدي، ها هو. عندنا ورد، كنحتاجو زرية ديال البسباس. ها هو كنحتاجو الخدنجل على بركة الله. كنحتاجو الخدنجل، كيجي شحال شكل عواد بحال شكل العود ديال الشجرة كيجي. وكنحتاجو سيبيسا، هي نتمنى تكون واضحة لكم. وكنحتاجو القرنفل، والتوابل اللي خصها تزاد هي عرق السوس اللي خصو يتزاد. انا عاد غادي نمشي نجيبو، ما كاينش عندي. كيتزاد عرق السوس، وكتزاد الحبه السوداء والسانوج، هادو اللي كيتزادو. والكوزه الصحراويه زائد الكرويه، المهم 18 عشبه اللي كتدخل في المروزيه. هذه المروزيه ديالنا من بعد ما ضفت العشوب هادوك اللي ناقصيني، عرق السوس كيف ما ذكرت لكم من بعد، الكرويه والكوزه الصحراويه والحبه السوداء والسانوج اللي كانوا ناقصيني، جمعت التوابل ديالي كامله، سهدتها في الفران وطحنتها. وهذه هي المروزيه ديالنا. بالفعل كتجي الريحه ديالها غزاله، وتصوبيها على يدك كتجي فنه. ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتدعموا القناه. وشكرا لكم ثاني مره، كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يعيد علينا وعليكم بالصحه والعافيه وجميع المتمنيات لكم كاملين.